شهداء في هذه اللحظة لدخول الإسلام. أمانة أسأل كلمة بسيطة أشارككم فيها. كوني في هذا المجال تطوعي، والله اكتشفنا شيء كبير جدا وشيء يعجز اللسان عن قوله. وهذه مني أنا في هذه اللحظة أن أسلمكم المسؤولية والأمانة، لأن عمل الدعوة في سبيل الله ليس مقصورا على شخص، شخصين أو مؤسسة مؤسستين، والله مفروض على الكل. كلنا حاليا في هذا المسجد مسؤول في هذا المجال في الدعوة في سبيل الله. طبعا أنواع ومستويات، لكن أقل شيء تقوم فيه هو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو بآية. شيء بسيط جدا، لان اللي قاعد نشوفه حاليا انت ما تشوفونه، قاعد نشوف ان نحن كلكم، نحن كمسلمين عندنا نعمه كبيره وكنز الكل يحسب لنا. هذا الكنز ترى ما هو لا هو الاموال ولا هو النفط، كنز اخر بنوع اخر يرتقي عن هذه الامور. الدين عندنا دين عظيم، دين التوحيد الاسلام، هذا اللي قاعد يشوفونه الغربيين من نوافذ الخارج، قاعد يشوفونه نحن كمسلمين. لكن المشكله وين؟ نحن ما ارتقينا الى مستوى توضيح الاسلام الصوره الصحيحه لهم. فمسؤوليه من؟ مسؤوليتنا نحن جميعا. انا لا اتكلم حاليا ان نقوم بعمل المحاضرات والندوات والمناظره بهذا الاهداء الغربيين لكي نجبرهم ونقنعهم بالاسلام، والله مو هذا الموضوع. اذا تشينا في هذا المجال لا تستغرب، لا احد يدخل الاسلام بالمناظره او بالشده. كل اللي قاعد يدخل الاسلام ما شاء الله خلال سنوات ما كلهم في شيء واحد، قدوه حسنه، اخلاق. هذا اللي احنا تعلمناه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا قدوه حسنه. والدين كما نعلم هو دين الاخلاق وليس دين النظر والشده والتعسف. حاليا نحن الان مستغرب جاي من اخر الدنيا من امريكا، شاب عندنا شيء طيب جدا وبمحض ارادته سوف يشهد ويدش هذا الدين العظيم. كثير غيره يعني حاليا في هذه السنه الماضيه ما شاء الله اكثر من 190 غربي عندنا في مركز تايز التواصل الحضاري اشهر اسلام، وكلهم على مستوى راقي يعملون، المهندس الدكتور الطبيب. ليش؟ لان وجدوا الحقيقه، وهذه الحقيقه اللي كل انسان يبحث عنها موجوده عندنا. لكن شو دورنا نحن؟ دورنا ان نتصف بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الغربيين بس او غير مسلمين بصوره عامه، ان تحسن معاملتهم وان تكون عون لهم وان تقوم بفقط توضيح ما هو الاسلام، فقط توضيح. مو ضروره يكون بالمناقشه بالسؤال جواب، والله مو هذا الموضوع. ان كلنا نحن نعجز أن نتكلم عن ما هو الإسلام، في ناس متخصصين، لكن دورك ممكن أقوى من شخصيتك. تعطيه هدية، هدية بسيطة جدا، كتيب تعريف عن الإسلام في لغات مختلفة، والله هذه أكبر شيء تعمله للإسلام، وهذا تقريبا 90% من اللي شرحوا إسلامهم، 90% كلها بسبب أنه قرأ شيء عن الإسلام. فمن منا لا يستطيع أن يقدم هذه الهدايا؟ موجودة ما شاء الله بكثرة، هذه الكتيبات موجودة في لجنة تعريف الإسلام ما شاء الله طرحت في كل مكان، وفي مركزنا مركز تراث التواصل الحضاري في منطقة الشهداء. كل مدعو بحضور واستلام هذه الهدايا، وإن شاء الله يكون الخير كثير. والله ترى ما احنا نقعد يعني نفرح بدخول الاسلام. احنا حاليا
اللي كان شغل قدير انهم كانوا يتحملون المسؤوليه. وين كنتوا اخر السنوات الماضيه؟ لم احد اعطانا هذه الامانه. هو اللي مستانس، احنا المستانسين، هو اللي قدر يوصل الى حقيقه الوجود. الحمد لله من فضل يعني من الله ومن فضل الشباب المتطوع. فنحن الان اطلب للجميع مساعدة اخونا الدان لدخول الاسلام، تشجيعه، يعني كذلك مو بس تشجيعه وكذلك مساندته والتسليم عليه بحرارة. طبعا جزاك الله خير دكتور دان، تخصص عند يعني ما شاء الله يعني كثير من الجلسات العلمية، رجل يعني ما استطيع ان اتكلم عن سيرته الذاتية بأقوال دقيقة، لكن مسؤوليتنا حاليا ان شاء الله بعد انشاء الاسلام ان نقوم بتهنئته لدخول الاسلام. Bob.